Hello everyone, welcome back. Today we are going to continue level 1, unit 4 with Mrs. Umayma Ahmed. Unit 4, I live in an apartment. أنا أعيش في شقة أو شقة. النهاردة هنتكلم اليونت بتاعنا بيتكلم عن الحاجات اللي جوه البيت. In your house. ايه اللي موجود in your house؟ زي ما احنا شايفين يعني this is my bedroom. Bedroom. We have here a bed. This is a bed. This is a window. Armchair. Sofa. Coffee table. TV. Desk. Chair. Poster. Poster here. طيب احنا اليونت النهارده بيتكلم about your house او المكان اللي انت عايش فيه. زي ما احنا متعودين بنبدا اليونت بالديالوج. Here we have a dialogue between Jack and Jane. Sorry, between Mac and Jean. Hi Jean. How is your trip? How is your trip? يعني كيف رحلتك؟ كيف كانت رحلتك؟ trip يعني رحلة. It's okay. The hotel is very nice. الهوتيل أو الفندق اللي أنا نازلة فيه is very nice. كويس جدا. There is a very nice view. في منظر حلو جدا. And the rooms are great. الغرف ممتازة. طبعا هي وصفت له الهوتيل وكل حاجة فيه حلوة. How is the city؟ طب والمدينة اللي انت نازلة فيها؟ المدينة أخبارها إيه؟ There are many things to do. في حاجات كتير نعملها في المدينة. In the morning. In the evening في المساء. There isn't much to do. مفيش حاجات كتير ممكن نعملها. What do you do in the evening? انت بتعملي ايه في الـ evening؟ في المساء؟ I stay in my room. يعني بفضل قاعدة في قطي. I stay in my room. There is a big TV. Big TV. في تلفزيون كبير اهو. There is a big TV. With a satellite dish. مع receiver. Are there good restaurants? هل يوجد مطاعم كويسة في المدينة دي؟ Yes, there is a good Italian restaurant in the hotel. في good Italian restaurant in the hotel. في مطعم إيطالي حلو جدا في الأوتيل. Word practice. Furniture. طبعا زي ما قلت لكم في أول اليونت إن اليونت بتاعنا النهاردة بيتكلم على الهاوس المنزل. فطبيعي هنتكلم على الفرنيتشر اللي هو أساس المنزل. أساس المنزل اللي هو العفش أو الحاجات اللي موجودة جوه البيت. زي عندنا ها دريسر. ده بنقول عليه دريسر أو chest of drawers اللي هو الكوميدينو أو بيبقى فيه أدروب. نقول عليه دريسر أو chest of drawers. أوكي. فريج. فريج تلاجة. كلوك. كلوك ساعة حائط. سوفا. سوفا كنبة. ميرور. ميرور مراية. لامب. لامب لمبة أو أباجورة. كاربت سجادة. كاربت. بوك كيس مكتبة اللي بنحط فيها الكتب جوه البيت. بوك كيس. كوكر. كوكر بوتاجاز. تشيرز. تشيرز. بيد. بيد. مايكروويف. مايكروويف. تي في. تي في. كوفي تيبل. كوفي تيبل اللي هي الترابيزة اللي بتبقى قدام الانتري او الصالون بنحط عليها المشروبات بتاعتنا. كوفي تيبل. ديسك.
desk, armchair, armchair. دي الحاجات اللي جوه الهاوس، جوه البيت عندنا. الكويستشن دلوقتي اللي انا بساله لكم، where can you find this furniture؟ where؟ in the kitchen, in the bedroom, in the living room، ولا in the dining room؟ فانتوا هتشوفوا الصور دي كلها وتقولوا كل واحده هتبقى موجوده في any room، in which room؟ في الكيتشن المطبخ، في البيدروم غرفه النوم، في الليفينج روم غرفه المعيشه، ولا في الدايننج روم في غرفه السفره او السفره اللي هي غرفة الطعام، وهتكتبوها هنا جنبيها. يلا نعمل باوز لنوقف الفيديو ونبدأ نحل الاكسرسايز. وهنا هنروح لديالوج تاني between Peter and Jean. Do you play any sport? Yes, I play basketball. I play basketball too. What time do you play? Saturday mornings. Why don't we play a game together? Okay. Do you have time on Saturday? Yeah, Saturday morning is fine. Let me buy you breakfast after the game. Okay, it's a deal. طبعا هنا اتنين صحاب بيتكلموا مع بعض، بيتكلموا عن السبورت المفضل عندهم، الرياضة، وهم بيلعبوها فين وازاي وامتى، وان هما بيتفقوا ان هما هيخرجوا سوا Saturday morning we have breakfast together، هيفطروا مع بعض وبعدين play basketball. طيب كنا بدأنا في unit 3 ال present sample، اخدنا ال affirmative form او ال positive form وال negative form، وقلنا with he or she or it we add s to the verb وبعمل negative ب doesn't، will I, will you, will we, will they, only the verb، لو فاكرين only the verb، الverb زي ما هو ما بحطلوش حاجة، وبعمل negative ب don't. طيب احنا النهاردة هنكمل على present sample، بس هناخد present sample question، يعني how to make a question in the present sample. بستخدم do or does in the question، يبقى لما هعمل question in the present sample we use do or does. Do you play any sport؟ تقولي yes or no. لو انت بتلعب سبورت تقولي yes I play كذا، لو انت مش بتلعب تقولي no I don't. What time do you play؟ يعني ما الوقت، ايه الوقت اللي انت بتلعب فيه؟ Saturday mornings، يعني يوم السبت صباحا. Why don't we play a game together؟ ليه، ايه رأيك نلعب game، لعبة together سوا. Okay. Do you have time on Saturday؟ Yeah, Saturday morning is fine. يوم السبت الصبح حلو جدا. دي التايم اكسبريشنز كنا بدأناها برضو في unit 2. Early يعني مبكرا أو بدري، late متأخر، every day كل يوم، on Sundays، on weekends، on weekdays، in the morning، in the afternoon، in the evening، at 9 o'clock وat noon وat midnight وat night، وكل ده اخدناه في unit 2، واللي مش فاكر يرجع تالي unit ويراجع عليه. اخر حاجة هناخدها دلوقتي there is و there are، ودول سهلين جدا مهمش اي مشكلة. there is we use it with the singular noun، يعني مع الاسم المفرد. there are بقى we use it with the plural noun او مع الاسم الجمع. there is و there are. There is a very nice view. ادي مفرد. There is يعني يوجد. There is بمعنى يوجد للمفرد. There are many things to do in the morning. يعني يوجد حاجات كثير نعملها الصبح. There are. In the evening there isn't much to do. يعني في المساء there isn't much. مفيش حاجة كثيرة نقعد نعملها. There is a big TV with a satellite dish. There is a good Italian restaurant in the hotel. خلاص عرفنا there is مع المفرد، there are مع الجمع. There is يوجد للمفرد و there are يوجد للجمع. طيب ندخل على آخر جزئية، زي ما احنا متعودين في كل يون بيبقى عندي جزء فونكس شوية، ان انا ازاي انطق الكلمة. النهاردة هناخد ال TH، وال TH ليها نطقين، يا اما تتنطق ز ز، يا اما تتنطق يبقى ال TH، يا اما ز يا اما س. طب تعالوا نشوف there
There are 30 stories in the building. The apartment has 3 bathrooms. طبعا هعرف منين تي اتش تنطق ز او س؟ طبعا هعرف من التدريب الكتير او من لما اسمع كلمه اسمها صح. زي مثلا ان انا في كلمه جديده وعايز اقراها صح، هبص في الدكشنري على طول في القاموس واشوف هي التي اتش هنا مكتوبه ز ولا ف، وبكده هعرف اقراها صح وما فيهاش اي مشكله. هنا بقى الجزء ده word practice revision على اللي احنا اخدناه قبل كده. لو تفتكروا ان احنا في unit 1 اخدنا subject pronouns واخدنا object pronouns والpossessives كلها. I, me, my, mine. You, you, your, yours. He, him, his, his. She, her, her, hers. It, it, it's, it's. We, us, our, ours. They, them, their, theirs. She knows Mr. Smith. She knows him. Mr. Smith هنا object مفعول. Mr. Smith ده he. He تبقى ايه في الobject؟ him. يبقى she knows him. الexercise ده تحليه لوحدك هتشوفوا انا هنا ده مفعول، ادي المفعول me, you, him, her, it, us and them. هنشوف المفعول ده لو هو he ياخد him، she تبقى her، I تبقى me وهكذا. يلا اعملوا pause للفيديو وحلوا الexercise ده. حاجة بقى جديدة النهاردة أول مرة ناخدها، لأن إحنا بنعلى بالليفل بتاعنا الـ reading. Reading a letter. This is a letter. طبعا الـ letter يعني خطاب. إزاي بكتب خطاب؟ بكتب العنوان زي ما أنتم شايفين كده، العنوان في الأول وبعدين التاريخ وبكتب dear كذا. أوكي؟ اسم الحد اللي أنا ببعته. عايزاكم تقروا كويس جدا الـ letter ده وتحاولوا تكتبوا into letter. الليتر ده ما فيهوش اي حاجه جديده، هو بيقول لك how are you, I'm fine, here is a letter in English. انا بكتب خطاب بالانجلش. It's good practice for you and me. I have classes in English at Texas College. I am in class with 8 students. They are all from different countries: Japan, Brazil, Italy, Taiwan, Mexico and Russia. Our teacher's name is Anne. She's very nice and a very good teacher. I live in an apartment with 2 Americans. They are brothers. And is 20 years old and a doctor. Mark's 18 and a student. They are very friendly, but it isn't easy to understand them when they speak very fast. زي ما انا دلوقتي بتكلم بسرعة عشان ودانكم تاخد على السريع ده وعايزاكم تقروا تاني. Texas is very big and very exciting, but very expensive. The subway isn't hard to use and it's cheap. It's very cold now. I'm very happy here. وفي الاخر الليتر بنكتب write to me soon love وبتكتب اسمك انت الشخصي. عايزاكم تقروا الليتر ده كتير كتير وتحاولوا تبقوا سريعين جدا فيه. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده او فيديو النهارده يونت 4. واسيبكم بقى مع الهوم ورك. do your homework. لو عندكم اي questions او اي حاجه مش عارفين تحلوها في الهوم ورك ما تترددوش ان انتوا تبعتوا لي في الكومنتس. thank you so much and see you in the next video. thank you and goodbye.